هنا الكويت. بعد ثواني راح تبدي الحلقة. راح تبدي الحلقة. أي ديرة تطلع لي أي ديرة تعطي الشباب 200 دينار بالشهر؟ ما أقول أنا ما أعمم الكل، حتى العيد الميلاد ما يروحون، كانوا بالابتدائي المتوسط. وهذا الكلام أنا قلته للسفير السعودي. صار معصومة المبارك. أنا أقول لهم أنا كويتية وأعتز في أنا كويتية. في ديرتي أنت بعد وطني وتحب الوطن. لما بلشت أبحث عن التربية وعن المجالات هذه اللي فيها جانب تربوي توعوي، لقيت أستاذة مميزة راقية. لما بحثت عن السي في مالها وتاريخها في وزارة التربية، لقيت جانب جدا جميل. 32 سنة من العطاء، عمتي أم أحمد منير الغانم. تمام، خلنا نعطيك شوية معلومات عن الأستاذة منيرة عبد الله شاهين الغانم. الأستاذة منيرة حطت أكثر من 32 سنة من عمرها في المجال التربوي، غير المشاركات الداخلية والخارجية في نطاق المرأة الكويتية والعربية تحديدا. كل القنوات تناولوا الأستاذة منيرة بشكل تقليدي، لكن أنا سألت أمور دقيقة شوي، مثل حب الوطن ولقاء المعلمة بالمستشفى والاحتفال ببيتها مع دكتورة معصومة مبارك ومجموعة من الزملاء. يا بخت عيني فيك أستاذة منيرة، والحين المايك معك. يا عمرك طويل. فاقدين هذا هذه الروح الكويتيه واللهجه من اول ما دخلت. الله لا يخلينا من الكويت واهلها، الحمد لله نحمده ونشكره. عمتي، بعيدا عن الاسئله اللي دائما جاوبين عليها باللقاءات، ايش كثر تحبين الكويت؟ الكويت اقول هي الوطن اللي ما له مثيل بالوجود، وانا دائما في كتاباتي اكتبها بنت الشرق بالواتساب، دائما اقول يا وطن لك من يحبك. من حقنا احنا ككويتيين نفتخر في ديرتنا، هي الأم المعطاء الحبيبة الطيبة، وإن شاء الله يكون مردود حب الشعب الكويتي لها كبير. تغيرت عن أول؟ طبعاً. من أي ناحية؟ أنا لما قعدت مع عمي بدر بورسلي قال لي شوية اللهجة تغيرت. يا حلوة بدر، هذا أنا شاعر. أكون سعيدة لما أشوف أو أسمعه. وطن النهار. طبعاً احنا الجيل، جيلنا احنا اللي اخر الاربعينيات اول خمسينيات، احنا دائما اقول احنا سعداء والله يحبنا. ليش؟ لان لحقنا على اول سكيك والخبصة والمدعاب والجليب، لحقنا عليه. الكلمات هذه انا ما اعرفها، مو جيلنا هذه، لحقنا والطوفة اللي بين البيتين، ولحقنا على التقدم والرفاهية اللي موجودة. فدائما اقول احنا الشعب الكويتي او الخليجي بالذات عندنا جنتين، جنة إن شاء الله بالآخرة، وجناتنا هي الكويت. الله. والله شوف الكويت كل شيء حلو فيها أول، كل شيء فيها شرق أول. شرق تحديدا. أنا من أهل شرق فريج بالرومي. أي. أنا انولدت في فريج العبد الرزاق، اللي هم عائلة العبد الرزاق، عائلة الكريمة. نسميهم إحنا الرزاقة جمع العائلة في منطقة العبد الرزاق، لبيوتهم وحفرتهم ومسجدهم. يدي سعود الهاشم انولدت هناك، بس تربيت في شرق فريج بالرومي. فدرست مدرسة الميدان الابتدائي المتوسط في الوسطى، في وايد من صديقاتي يذكرون هالأيام هذه الحلوة. يعني الكويت أول أهم شيء ألعابنا البروي، يعني كنا ما نعرف نطبخ، وهلنا ما يخلونا ندخل المطبخ، يا في ناس يطبخون من اللي يشتغلون في البيت، يا أن الأم تطبخ فما تخلينا نطبخ. نسوي إحنا أهل الفريج كل واحد يجيب شيء. كان عندنا إحنا ديوانية مثل السد، السكة السد، نحط هني الجدر ونحط طابوق ونحط الحطب ونقعد نطبخ، كله فاشل. واحدة تيب العيش، واحدة تيب الماء، واحدة تيب البصل، واحدة تيب يعني أي شيء. عاد يطلع شيء حلو؟ لا ولا شيء. عندنا الله يسلمك الخبصة عند الباب، كانوا يبون أول من السعودية أو من الهند، هذا يسمونه مثل الزجاج، نكسرهم ونسوي مثل الخبصة. حلو. انت شوف يعني وين موجود العكوس، كلها صور. العكوس علج المخاب ظني، احيان علوج واحيانا صور، كانوا يشتروا لنا اهلنا من كثر ما هم مدللين علب. الله. نلعب فيها يعني العكوس قبل. اي، فاللي تغلب طبعا صور، ومرات نتعاين، نقول مثلا احنا قلبناك مثلا تعطينا شيء، تروح تجيب لنا اشار الهمبا اللي يبونها. احنا كنا بالسطح عندنا اشار همبا، اروح فوق اخذ اشار الهمبا يحط لي ماعون واحطه واعطيه لانه مقلبوني. الحلو في الالعاب هذه كلها خلها طيبه الشباب الكويت في ذاك الوقت، كلهم بالفريج اخواننا،
ما يوم حسينا ان هذا ولد غريب. النظرة ما تغيرت ابدا. يمرون علينا، يخافون علينا، ينصحوننا يعني. وكنا لما نلعب الحيلة، اقول نلعب الخبصة، اي واحد يدوس على الخبصة نخاف، ما نقول له شيء، بس اللي يحب يعني يتحرش ما يأذيكم. لا ابدا. وصدق اخواننا تسع الكل ببيته. نعم تسع بالليل الكل ببيته. طبعا البيت مسكوك ما حد. انا دائما اقول حق عيالنا، اقول لهم من يجي ابوي الله يرحمه او عمي الله يرحمه يدخلون البيت من صلاه العشاء، ايه وابد كل من صاك بيته قدير. امن وامان يعني. امن وامان، ولا نسمع الا كل خير. يعني الوضع هل تغير شوي حاليا ولا وايد تغير؟ وايد وايد وايد. احطها خير أسوأ ولا افضل؟ والله شوف ما اقول لك صار في شيء، طبعا احسن، في احسن وايد تطور. اي بس اللي نقصنا الحين الالفة. أي. يعني احنا اول الله يحفظك صداقتنا كلها مع بنات عمنا، اهل امنا واهل ابونا واهل الفريج. اليوم الصداقات لا، لنا ذكريات بيت خالاتي يعني بيت عمنا من اهل امي واهل ابوي. لنا ذكريات حلوه، قعدات زواره، اليمعات، كلها صداقه صداقه انا وخوات كل الناس. اليوم لا، اليوم صداقتهم مع الغريب اكثر من الاهل، رفيجاتهم يعني. طبعا ما يدرون. انا ما اقول، انا ما اعمم الكل، لا في ناس يمكن الكلام هذا ما ينطبق عليهم، انا اقول اللي ينطبق عليهم. يعني لا يعرفون بنات الخالة، لا بنات الخال، لا العم، لا العمة، صديقاتهم يعني إذا تعرفوا عليهم في السفرة. نقدر نقول إن لازم الفرد أو الشخص يكون وايد الكونكشن قوي بينه وبين طبعاً أسرته. طبعاً بين الأهل أول. كنت تعصبين عمتي على اللي تقول أوكي أو أوريدي الكلمات هذه؟ هذه أنا دائماً أقولها، أقول المصب هني على الأم. الأم يعني أنا بناتي وعيالي كلهم، حتى عيال أخواني وخواتي حتشينا كل يعني، في بعضهم طبعا ما أقول لك مبالغ، حتشينا الكويتي ودائما أنا أصلح. ليه قالوا بلشوا؟ إحنا ما نقول بلشنا. هذا أنا دائما أقول بلشوا. لا إحنا ما نقول هاي والنعم فيهم لهجة لبنانية. إحنا نقول بدينا أو تبتبدين أو بديتي. يلا نبدأ. يلا نبدي. إيه يعني هذه نقولها مثل هقوتي أو تهجين. تهجين بيصير كذي الحين يعني. تتوقعين. إيه بتوقعين أو I think يقولونها مرات يعني. لا صح. إحنا نقول والله ما هقوتي بفلانة بتيب، أو أنا أظني يعني الحكي هذا الكويتي لازم ما يندثر. اللهجة هذه قاعد تروح يعني. طبعا يعني قوة الوطن في أمور كثيرة ومنها اللهجة الكويتية. لازم ياخذون من البلد الفلاني كلمه، ياخذون زين ايش خليتوا كلمات احنا بعد حلوه. ليش خليكم على ما تعلمتوه من امهاتكم ومن ابهاتكم. عمتي وانا اقرا شفت ان في شغله مهمه، ممنوع البنت او واحدة من بناتك تنام برا البيت او تدرس برا. ليش؟ انا مو بس النوم، أنا طبقت على بناتي حتى العيد الميلاد ما يروحون، كانوا بالابتدائي المتوسط ما كانوا يروحون. حتى الحين بنات أخوي ومشينا إحنا كلنا خوات على هالطريق إلا كبروا الحين. لا طبعا عرفوا أنت على البذرة الأولى. أي. البنت والولد على ما علمت من البداية. تعلمين البنت على العيب وعلى الحياة وعلى الاحترام، احترام الوطن، حب الوطن، الولاء للوطن، حب أهلك، إن هذا عيب وهذا صح، هذا تسوينه هذا ما تسوينه. مدرسة الأم مدرسة. يعني تعلمتي. أنا بنتي للحين تذكر بنتي، والحين بنتي اسم اللي عليها مهندسة صناعية ولها مركز مديرة في أحد الأماكن. إبراهيم وأحمد الله يحفظهم. أحمد وإبراهيم اسم اللي عليها مهندسين كل. أنا وأبها أنا أقول يعني الأم لازم تعلم بنتها على الطريق الصح والغلط. وايد احنا امهاتنا يعني لما كانوا شديدين علينا كنا نزعل، حتى بنات عمي نفس الكلام يقولون. الان لما كبرنا وصار عندنا عيال عرفنا ان امنا تمشي معانا على الطريق الحق. انا بنتي لما كانت في الابتدائي المتوسط ما تروح العيد الميلاد الا لما انا اكون اعرفها، خاف عليها حرص يعني حرص اول نقدر نقول. ايه اذا واحده ما اعرفها اقول لها انا ما اعرف الام ولا البيت ما تروحين. مرة من المرات بنتي ظلت تبكي طول الوقت اللي
يعني مفروض تكون فيه بالعيد الميلاد ما راحت إلا إذا واحدة عرفها. إيه مع الوقت ادركوا هذا الشيء طبعا الحين عرفوا وقامت بنتي العيالهم بنتي الطبقة الحين على بنتها. نوقف عند أبها، أول اسم كويتي حق بنت أبها كانت بنتك. أنا الصراحة المملكة العربية السعودية لها معزة خاصة وكبيرة بقلبي ما أدري ليش. وهذا حق واجب علينا إحنا لأن هي الأم وهي المركز وهي العمق الاستراتيجي حق كل دول الخليج، وعسى الله يعزها ويعز كل دول الخليج. احنا كلنا أسرة واحدة وقلب واحد وإيد، واللي يضرهم يضرنا واللي ينفعهم ينفعنا. وهذا الكلام أنا قلته للسفير السعودي لما كان بطولة الغانم للخيول، قلت له دائما ومن محبتي لهم سميت بنتي قال على الملك فهد الله يعز دول الخليج والتكاتف. أبها شنو الاسم؟ شو معنى؟ هي أبها شيء باهي حلو، بس أنا قصدي أبها السعودية منطقة السعودية. أنا مسمية بنت العودة أروى أبها سميتها أول، بعدين أمي الله يرحمها قالت لي لا، فلما جبت أبها سميتها أبها. واحدة من أهلنا بعد شجعتني، نعم واحدة من أهلنا بعد شجعتني، هي اللي أول بداية قالت لي اسم أبها حلو. فأنا لقيتها منها وأخذتها وهي تقول لي، وأنا من حبي للمملكة ولها الأولوية نقدر نقول سميت هذا أبها. الحمد لله عندي أحمد وأروى وإبراهيم وأبها الله يحافظهم إن شاء الله. آمين. مهندسين أحمد مهندس بالبترول الوطنية الله يحفظه، أروى مهندسة صناعية، إبراهيم مهندس هم كذلك ميكانيكا، بعدين أبها في البطاقة المدنية. الشباب درسوا برا والبنات بالكويت طبعا. إلا مستحيل الأدام وأنا يعني بنتي برا. إلا تسع ها؟ تسع كلهم بالبيت. لا لا الحين لا لا ما تقدر تقول الحين الوقت تغير. بعدين الحمد لله يعني هم ناس فاهمين وعارفين. أي. انت اذا تربيت ولدك او بنتك بالصغر على الاحترام والعقل والدين وخلاص. عمتي قبل ما ننتقل على محور الغزو 2/8 صار لك موقف مع معلمة المخضني فلسطينية ويبتيها هني مع الدكتور معصومة المبارك. اي ما شاء الله عليك. اي صح. شو الموقف هذا؟ هذه ست انتصار افتكر اسمها انتصار، كنت رايحه مستشفى مبارك ولا تمشي يعني تعبانه ما تقدر حتى تمشي، فقلت لها انت ست انتصار؟ قالت لي. قلت لها انا ماذا في ذاك الوقت كانوا يسموني منيره الشاهين، فقلت لها انا منيره الشاهين. تذكرتني كنت انا وايد هاديه وايد عاقل وايد، فحبتني. ولما قلت لها شلون ايش؟ قالت لي قصتها ان هي كانت يعني هني زوجها وان زوجها توفى وقال لا تدفنوني إلا بالكويت. فتقول مدفون وإحنا شرينا لنا بيت وقاعدين الحين بالسرة وكذا وهذا. فأخذت رقم تليفونها وجمعت بنات الوسطى تقريبا يمكن 30-40 وحدة يعني ما بيأذكر أسماء أخاف أنسى. أبرزهم دكتورة معصومة، كان دكتورة معصومة معانا والأخت بدرية ويتان، فيمعناها وتحاططنا كلنا وشرينا لها ساعة وعطيناها علم الكويت وعطيناها. توقعت هي هذا الجمع وهذا الحضور؟ لا أول شيء صارت تبكي، رويتك صور تبكي تقول أنا كنت متوقعة لما شافت البنات تذكرت البنات الوسطى. بعدين قالت أنا بفتكر عازميني على فنجان قهوة. قلت لها شلون نعزمش على فنجان قهوة أنت خدمتي الكويت ربيتي يعني. فزوجها توفى وما رضى يدفنونه في مصر، زوجها مصري، إلا في الكويت. وهي كذلك صممت أنها تدفن في الكويت ولكن عيالها في لبنان ما خلوها وقالوا لها لا تعالي لبنان. ويوم سفرها دقت علي قالت لي أنا مسافرة اليوم، فهم رحت لها. كانت متوقعة تشوف البنات قبل تتذكر يعني البنات كانوا صغار عاد ذاك الوقت. الحين ايه في الابتدائي وزارة ودكاترة أول الستينيات تخيل شلون متى. عمتي في محور وايد مهم اللي هو 2/8/1990 الله لا يعيده. شو اللي تذكرين وين كنتي؟ وين أنا؟ أنا كنت هني كان ولدي أحمد العود بسم الله عليه مع ولد أختي عبد الرحمن عبد الرزاق ومدينهم مدرسة داخلية في بريطانيا بشويفات.
وبناتي ثنتين أبها وأروى عند ولد عمي حمد الشاهين الغانم في الشالين. حلو. يعني كان بالكويت. كان بالكويت بالشالين مرته وعياله وكلنا يعني بيت أمي يعني أثق فيهم. كنت أنا وإبراهيم بس ولدي. كان إبراهيم أظني بالمتوسط. فجأة أسمع صوت يعني فقعدت ولا ولد عمي يدق لي تليفون يقول لي ترى البنات ما أقدر أدخل مشرف لأنه في بنيدر أقدر بروح سيدة لأنه كان مركزه كبير بالجيش أي عسكري. فقال لي فقال لي ما أقدر أدخل رأسا بروح البيت بيته بالروضة الله يحفظه والله وأخذ السائق وأروح ورحت جبت يعني عيالي وقعدت قمت حاتي أخوي سعد الشاهين الغانم ثلاثة أيام ما ندري عنه. أوف. وأنا الله لا يراويك حالتي يتصلون فيني البنات يقولوا لي يعني يدرون شلون أنا يعني مع الكويت وهذا وأنا قلت لهم ما أتحرك لما أشوف الخبر عن سعد أخوي. ثالث يوم اتصل فيني لما وصل بيت العدواني الفيحة أهل أختي نسايبنا فقال لي كنا بكيفان ولبسونا هالكيفان دشداشة وهو عبد الله البريس ومشوا من كيفان إلى الفيحة بيت العدواني. هني لما كلمني أنا صحيت شوية تطمنتي تطمنت فبدينا. شو المواقف اللي يعني تذكرينها عمتي مواقف اللي ما تنسي بالغزو يعني غير مواقف الكتب اللي خذيتيهم وتوهكتي بعدين والله وايد يعني شو أقول لك وايد والله المواقف يعني مثلا يوم كنت أنا والأخت بدرية تويتان شاهدة ناظرة ناظرتي وأنا كنت الوكيلة وكنا ناظرتين في مدرسة من طيبها ومن عقلها وصنعها فكنا معانا واحدة والله ما أذكرها جارتها قاعدة قدام كان عندي سايق في ذاك الوقت أنا وياها قاعدين ورا فعند مستشفى هادي إحنا قاعدين نمشي وأنا في ذاك الوقت يعني الله حفظني حتى خواتي كانوا مسافرين كل واحدة في ديرتي يمع وكلهم في البحرين واحدة في عمان حتى قالوا منيرة يعني شهيدة ولا منيرة أسيرة يعني يعرفون شلون دفاعي حق الكويت وهذا وإحنا نمشي وقدامنا تريلا هاي السيارة الكبيرة ما يسمونها عسكرية كارجو فيها كل جرود عراقيين وايد فيها وإحنا وراهم وأنا أبي أتكلم ببين لهم أن إحنا يعني هذا ولا هو يرفع ريلة يعرب إن شاء الله مأواه الفردوس الأعلى كان يقول لي هذا الشيخ يابر يقول لي هو أنا تصور صار لي نظن أسبوعين شهر كان أقول له هذا صدام صعبة في ذاك الوقت رديتي عليه كان يقول يرد لي قلت له هذا صدامه من غير شعور رديتي عليه أي هاي بدرية تويتان تشهد هو قام حرك الرشاش يعني بيضرب السيارة الله يحبنا ان احنا عند الجسر اللي يوديك على سلوى سايقي بسرعه ركض كان بنغلاديشي وقوي بسرعه ركض راح على نادي اليرموك ناوي هو يحرك الرشاش يعني المسكينه اللي قدام بقت تطلع روحها اللي قاعده ليش رديتي ما اقدر ما اقدر وحادثه ثانيه انا قاعده اسمع قران سياره اسوق سايق ذاك الساعه طلع قاعدة أسوق سيارتي ورايحة ذاك ساحني مشرف ما فيها البيوت وهذا وحاطة قرآن أنا وقفتني هذه مالتهم السيطرة نقطة التفتيش إيه ولا يقولي ليش سكيتي الراد وش قاعد تسمعين كان أقول له قاعدة أسمع أقنية مسوق هي لا أقنية ولا شيء قرآن كان يقول قلت له قاعدين نسمع اسمع اقنيه مسوينها الكويتيين يقولون ان شاء الله يرجع الشيخ يابر الى ديرته وعزه وعز الصباح والكويت كان يقول لي انت ما تخافين قلت له لا اللي وراه عسكري يقول لي روحي اشر لي بيده يقول لي روحي في بعضهم ترى والله مو راضين على الغزو كانوا يعني يساعدون كان يقول لي انت وايد وقحه قلت له ليش اللي يحب وطنه يصير وقح واللي هجم على وطن الوطن ثاني شلون هذه مي أرضكم من حقي أنا أمدح شيخي وهو والله العظيم قام حرك نفس الشيء بس اللي وراه مو عاجبه أنا أقول بس يدي هدد أنا سويت نزلت راسي قطيته بالكشن يعني الشارع خالي فنزلت راسي عشان لو يضرب رصاصة ما يضرب راسي يضرب الكشن فنزلت راسي ما أشوف الشارع
بس أسوق كذي أنا الشارع خالي لا ضرب ولا شيء هم بروحهم مقتنعين. الحادثة الثالثة رايحة بيت أخوي سعد في بيان ويفتشون الدبة الدبة كلها جرايد كنا فارشينها حاطين نحط أقراض وكذي فيها كلها جرايد يا ضابط عسكري كبير فتش الدبة بالليل الساعة 7-8-9 مو وقتها كان حاضر ما حد يطلع وما أدري شنو إيه في الوقت هذا لا ما كان ظلمة بس ما أذكر ما كان أظني حاضر هالوقت والله ما أذكر بس المهم صور هذا الضابط عسى الله يوفقك يمكن ما أدري عنه حي ميت شندس بالدبة السيارة وقال لي يا أختي ليش حاطة صور الشيخ يابر الشيخ سعد قلت له لا جرايد كان والله إن شافوهم ترى إعدام والله ويلفهم لي وخشهم تحت قولي روحي وهو الضابط إيه يقول لي لا يا أختي ليش والله حوادث وأنا لو بعدهم لك أنا دائما اللي قعدت مع خواتي أقول لهم بالأول يقولون برمات 2000 كتاب مرة من المرات بعد كذلك هني وأنا رايحة نساعد أخوي لأنه ما يطلع من البيت وكان رافض والله هذا الإنسان بطل رافض يطلع من بيته إلا آخر الوقت لما قالوا يدورونه يقعد عندي كان عندي فوق البيت خالي فقعد فيه فقعدت محاضرة عطيت الجنود شلون؟ الكويت شلون الحكومة تعطينا معاش أوعاد واقفين يمكن 20 واحد أقول قلت لهم شلون الكويت أنتوا وين إحنا من صجكم إحنا نبي حكم غير حكم الصباح وشيوخنا إحنا الكويت يعطونا بيوت يعطونا معاشات تقاعد يعطونا كذا يعطونا كذا الإجازة يقول واحد أنا أداوم بثلاث أيام ما يعطي يعني يعطوني قام يحشون مشاكلهم قلت له المرة اللي قاعدة في البيت يعطونها معاش قام يكفخون على راسه مو مصدقين اللي أنا أقوله لهم عن الكويت وعطاء الكويت الحكومة حق شعب الكويت يعطونا بيوت يعني شيء مو مصدقين إن أكو دولة بالعالم كذي نقدر نقول عن بسيء التربوية سيطرت على الجنود يمكنه بس ما أدري أقول لهم لا تقولوا لي ليش سويتي يعني لما أروح حق سعد أخوي أو يقول ليش لا تقولي حطي بالك أقول لهم أنا أدري بس شيء قصبا علي شيء نابع من قلبي من حب الوطن الكويت رقم واحد ما تقدرين أقدر بس بعدين يعني عاد آخر الأيام اللي هذا شوية يعني عمتي مكتبك كان كله دم بالمدرسة تذكرينه شلون غسلتي المدرسة احنا اول تحريق اول ضربه انا هني بالصاله قاعده كان ادق على مكتبي ولا يرد علي عراقي كان اقول له يا العراقيين طلعوا من جحوركم هالجمله هذه قلتها طلعوا من جحوركم الكويت انتصرت وانعزت وبيرجع الشيخ يابر وانتم ان شاء الله بتروحون جثث انا كذي قاعده حاكي وسكت التليفون بيع عقب الضربه الجويه 40 يوم يلا فانا يعني بيني وبينك عقب هاليومين يعني كل من قام يقول لي ليش قلتي كذي قد يكون التليفون مراقب والله ما يعرفون لا مراقب ولا ما مراقب يعني في ذاك الوقت ما عندهم ذيك التكنولوجيا يعني اللي احنا نعرفها والله ابي تبي الصج والله ظليت يومين ثلاثة ايام خايفه لا يعرفون لا يقولك ولا هذا بس الحمد لله الله حفظني يعني في مواقف وايد انا صراحه اقولها لك المظاهرات اللي طلع فيها أنا وأختي كوثر منو كان معاك بالمظاهرة في أسماء جدا كبيرة كانت معاك إيه هو اللي بدأ فيها أنا والأخت كوثر بس كوثر اليوعاني والنعم فيها أم يوسف بدرية تويتان قنيمة القملاس نوال فاطمة العيسى لا إحنا هذه فاطمة العيسى غير أنا شاركت في مجموعتين مجموعة هني المشرف والعدلية إيه ولا بيت فاطمة حسين عدل السيد الفاضل يا حلوها فاطمة هذه لازم تكرم أخت فاطمة حسين لازم الدولة أطالب الدولة تكرم فاطمة حسين على أعلى مستوى تصور فتحت بيتها من الصبح لليل ولين ما هددوها وقاموا يدورونها يلا طلعت هي ما طلعت تخوف يعني أو إنما ولاها حق الكويت خلاها تشتغل أنا هاللي أكلمك ما أقدر أفتح بيتي 24 ساعة حد يشتغل فيه أخاف هي فتحت خلت ناس يسوون جرايد ونشرات لا النشرات سوتها هدايا السلطان صح مع بنتها المخفضني الدكتورة اي لا احنا اجتمعنا احنا انا في لجنتي انا اشتركت في مشرف مع كوثر وشيخ الشاهين وكافي رمضان الله والله في وايد من اسماء انسحد يا ربي خلي يعذروني يعني وايد نادر العيسى ام شارب ويابس
بعدين والله فيه كنا وايد بنشتغل هني نجتمع مسجد سبيشة الزبن ومسجد البشر، نادينا يحل والله يحفظه دكتور خالد المذكور محاضرة قدم. كنا مصورة هذه المحاضرة، هذا سويد صور بس ما أدري وين الصور وداهم، في كل مكان نروح في مشرف يصورنا بس ولا دزلنا ولا أي فيديو. يطلعون إن شاء الله. أي وطلعت مظاهرات من مشرف، هذه المظاهرات هدي في مشرف بدينا 10-20 إلى ما صار بالآلاف وقفنا. الشيء العجيب والغريب يا ولدي إن الشباب، شباب الكويت الله يحفظهم، أتمنى شبابنا اليوم يتعلمون من شباب الغزو. فجأة ما أدري شلون دروا إن إحنا طالعين مظاهرات، ما أدري شلون يابا صور، والله الحين يعني حتى يعني تخنقني العبرة، ما أدري شلون يابا صور الشيخ يابر والشيخ سعد يعلهم إن شاء الله الفردوس، ما أدري من يابا الأعلام الكويت، ما أدري شلون يابا اليافطات اللي مكتوبة في نفس اللحظة. ولا إحنا أنا وكوثر اللي يعني قايدين الموضة ما كلمنا حد ولا قلنا حق قاعد يسولنا أو شيء. وبعدين فجأة ياتوا إخبارية إن إحنا في مشرف يا والشباب، يعني واحد أنا وحتى كوثر قالوا تفرقوا لأن كهم جايين بعدين يعني يونكم. فهني طبعا تفرقنا، وأنا توقعت عن نفسي إن في أي يوم يعني يكذبوني. في مرة بجمعية العدالية واحد واقف عسكري هذه بعد الله حفظني فيها، واقف يطالع الكريم وطالع كله والشغل، قلت له أنتوا عندكم بالعراق كذي؟ كان يقول لي لا، قلت له شفت هذا كله خير الكويت، هاي الكويت شوف، وانت بعد بالحقت على الكويت والله، قلت له كلام وايد، انت جيت الحين الكويت خالية تحكي عليهم، أقول لهم بس في بعضهم مساكين يعني ما هذا مجبورين يعني إيه بادر يعني قصبا عليهم. واحد يقول أنا رايح السوق، يقول لي ويبكي يقول لي أنا رايح السوق بشتري جوتي حق عيالي، يقول لي إحنا أهلي ما يدرون عني، والله شوف في بعضهم مساكين. هذا المحول اللي هني عندي كان فيه يعني جنود عراقيين، كنت يعني أقول له لي يطق الباب يقول لي بش، أقول أنا ما أقدر أعطيك لأن كنت غازي. عاد يقول لي، يقول لي تدرين أنا الخير يعني من الكويت، اشتغلت عند الساير هني يقول، وبعدين سويت بيت حقي وحق أمي كله من فلوس الكويت. يقول لي بالخير الكويت بروحه، يقول لي العراق شنو عطتنا، العراق ما عطتنا شيء، الكويت اللي عطتنا. أنا الحين عندي بيتين، بيت لي وبيت حق أمي. بيني وبينك والله كسر خاطري، فكنت أعطيه اللي يبي شكر وبس، أقول له ما أعطيك إياه بيدي أحطه عند المحول هو يروح يأخذه عشان ما أقول لي أنا عطيته. عمتي الغزو جرح ما يلتئم، لا يلتئم أصلا، ما نقدر ننساه خاصة لما يكون من واحد قريب لك. يعني الحين هاللي يقولون راح أول يعني الواحد لا ينسى، أنا ما أنسى جرح ما ينسي. أنا ما أكره العراق، العراق بلد تاريخ حضر. وفي عراقيين، وفي عراقيين والنعم ينحطون على الرأس وفي القلب ونحبهم، ولكن إحنا نقول الشيء اللي جانا منهم نار ما طفت للحين. عمتي كلمة أخيرة حق الشباب اللي قاعد يطالعونا، حق شباب المستقبل، الشباب الكويتي الواعد اللي إن شاء الله راح يرفع اسم الكويت بالعالي. أنا أقول الكويت، الكويت، الكويت يا وطن كل من يحبك، الكويت أرض خير وعز، الله الله طلب منا، مو بس إحنا نقول، بالفطرة الله عطانا إن إحنا نحب الكويت. من أكو مثل الكويت؟ من أكو مثل حكمنا أسرة الحكمة الطيبة وهالشعب الطيب؟ أنت لا تطالع الحين هالفساد هاللي قاعدين يسوونه وهالأشياء اللي المخزية واللي نقول إحنا هذه مو من أطباع الكويت. أنا هني رسالة أوجهها إلى الأم والأب، أقول حق الأم والأب، أنت المدرسة مو المدرسة اللي تحطها وزارة التربية، أنت الأم، ألم عيالك على الأمن والأمان والمحبة والولاء لهذا الوطن، حبوا الكويت، لا تقعدوا في مقاعدكم، الكويت فيها والكويت فيها، الكويت فيها كل خير، الكويت فيها سعادة. شوف الحين، الحين اللي قالوا الكويت كل شيء بالكويت ما يعجبهم، كل شيء برا له تفاحة وتصير حلوة حلوة وبالكويت يا بعد عادية. عمري كل شيء ما أتمنى أنكم تقطعون هالكلام اللي أنا بقوله الحين، قلنا يتحلطمون شوي يعني. ليش إحنا بيتنا الحين البيت لو تكون فيه 4 أنفار لازم فيه أخطاء، صح، علينا أنت كاتف ونتعاون ونبني ما نهدم.
انت تشوف الحين التقدم اللي بالكويت هالجسور، انت الحين من هني من بيتي هني مشرف الى تروح الحدود الله يعزها المملكة العربية السعودية، شوف الجسور وشوف الشوارع، انت هني الى الجهرة شوف الشوارع والجسور اللي احنا قاعد، هذا مو تقدم؟ شوف المشاريع، ليش انتم ما تشوفون المشاريع اللي قاعدة؟ دائما يشوفون الجانب المظلم بس يطلعون. في جانب جميل يعني طبعا وعطايا عطايا حكومة الكويت، في شباب بالجامعة يعطونهم على 200، اي ديرة تطلع لي اي ديرة تعطي الشباب 200 دينار بالشهر، حتى اذا تزوجت تعطيك فلوس، تعطيك بالزواج تعطيك قرض حق البيت يعني شكثر من هذا. احنا ما نقول، انا ككويتية احب الكويت، ولكن اقول اذا ولدي في عيب اقول في عيب، او بنتي او اختي في عيب، في عيب، في قصور في بعض النواحي، في فساد، في واسطات، اعرفك اشقلك واسوي لك، ما اعرفك لهم من احسن الشباب. انا هني اقول حق البنات والاولاد حبوا ديرتكم، لا تيأسون، ماكو شيء، ليش ييأس؟ بلد خير، طلبوا لها بالنصرة وطلبوا لها بالمعزة وطلبوا لها ان ربي يحفظها ويحفظ ديرتنا. اذا انتوا خدمتوا بديرتكم حقكم حق عيالكم حق الجيل القادم. انت متروس عمتي على هالنقطة طبعا، الكويت قاعد عيونك قاعد غورك طبعا، يعني الكويت ماكو مثلها كديرة. انا اقول لهم انا كويتية واعتز في انا كويتية في ديرتي، بس من اركب الطيارة اعتبر يعني شخصية ثانية، اول سفيرة شيء سفيرة للبلد طبعا، لازم امثل الكويت بأحسن صورة، ولازم احافظ واعطيهم صورة عن الكويت عن ديرتي، افتخر لما يقولون في مرات يقولون ناس لا احنا نقول احنا من السعودية، ليش اقول من الديرة الثانية؟ في بعضهم يقولون اقول لهم من الكويت، وانا اقولها بفخر اني انا كويتية لاني تصرفت تصرف زين. صح. اذا انت بتصرف تصرف غلط قول الكويت وطن، كيان. الكويت كيان وجود. يمكن تعيش بدون أمك بدون أبوك بدون، حتى إذا ما عندك بيت ممكن تعيش أو ما عندك عيال، لكن ما تعيش بدون أرض ووطن الحاف. الوطن شيء كبير، الكويت وطن ما في مثله بالوجود. أم أحمد أنا قابلت شخصيات وطنية وايد، لكن والله ربي يشهد علي والشباب إن ما شفت إنسان أو إنسانة يحب الكويت كثرت. عسى الله يحفظك محمد. الله يحفظك. أنا اللي أقول لي الشرف أني أنا يعني أنت قابلتني ودخلت بيتي أتشرف، وعسى الله يوفقك. أنت بعد وطني وتحب الوطن. عسى الله يحفظك. كل احترام وتقدير لك استاذ منير الغانم على قبول هذه الدعوه، وتشرف ان يكون اخر لقاء لك بالاعلام معي انا. كل جمله وموضوع بهذه الحلقه عباره عن درس. استاذ منير الغانم كل الشكر، فما الله.